أهلا بكم. ضمن احتفالات النيابة البطريركية المارونية في الأردن بعيد شفيعها مار شربل، أقامت الكنيسة المارونية في عمان عدة فعاليات، وذلك بحضور سيادة المطران موسى الحاج النائب البطريركي على الأراضي الفلسطينية والأردن. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. اقبع فينا الوجه الحي، دفق في الدهر الفاني في الأكوان. جمع عيد القديس شربل الآلاف من المؤمنين في الكنيسة التي تحمل اسمه وذخائر من عظامه في العاصمة الأردنية عمان، حيث أقيمت قداديس وصلوات وأمسيات تذكاراً وتمجيداً لقديس عصرنا الحديث الذي يصنع الله على يديه العديد من المعجزات والأعاجيب. بدأت احتفالات الكنيسة المارونية في الأردن بقداس إلهي ترأسه المونسنيور غازي الخوري بمعاونة شدياق الكنيسة الشماس سنان سلامه وبمشاركة جوقة الرعية وحضور العديد من أبنائها. وفي عظة القداس تحدث المونسنيور الخوري عن فضائل هذا القديس المعاصر وعن محبته وخدمته ومعجزاته التي يتغنى لها العالم. مار شربل مهم الطعام، مهم اللباس، همه يخدم إخوته. مار شربل مهم الإطراء، عطول مختفي. مار شربل ما هبوا يعمل جماعات حوالي ويقول هودي أصحابي وهدوكي أعدائي، هدوكي بيطلعوا فيي بالورب وهدوكي بتشتشوني وبيرفعوني. ما همه كل هالأمور مار شربل، رغم إنه الناس ما فرقوا كتير حتى قبل التطور، حتى قبل وسائل الاتصال كان في ناس راقدين ورا اللذة، وكان في ناس راقدين ورا الزعامة، وكان في ناس راقدين ورا المال. بس كلهم مين بنذكر منهم؟ يمكن بعض كتب التاريخ بيذكرون، أما مار شربل لما حدا سمع فيه. وقت دفنه كان في كمان بطريرك متوفي، كل الكنيسة وكل المسؤولين راحوا عبكركي كلهم سوا، حتى رئيس دير مار شربل مرمرون عناية راح عبكركي. حملوا 4 رهبان لمار شربل، دفنوا بالتلج كان عيد الميلاد، دفنوه بالصقيع كان عيد الميلاد، البطرك دفنوه خلصنا. أما مار شربل بعده بيغزي الدنيا، بعده عم يدخل على كل بيت وكل وطن وكل ملة، ما بيفرق بين كبير وصغير، بين مسيحي ومسلم، بين أردني ولبناني، ما بيفرق مار شربل. وبعد القداس الإلهي قدم المونسنيور الخوري كلا من الفنانين زياد خوري وحنا الإخصين اللذين قدما من لبنان لإحياء أمسية روحية مجدت الله القدير ووالدة الإله والقديس شربل. يستطع رد الجواب، اهدينا يا شربل دلك الروح على سبل البر العدا، حين تشتاق تسيعا.
هزك الشوق لها والبراعم رطاب. اهدينا يا شربيل حين تشتد الصياع. يا أنت الشفيع الأكرم عند نيكيا مريم حسني مقاما في السماء فوق قد سما وبلغت في التقديس ما عنه الملائك تحجم. وأطفت الأمسية على أذهان الحاضرين أجواء الحياة النسكية وعبق الأرز المعشعش في خشب تلك المعابد الكنسية التي تدرج في أروقتها القديس شربل. وفي اليوم التالي من برنامج الاحتفالات رفعت الذبيحة الإلهية في ذات الكنيسة احتفالاً بذكرى القديس شربل، حيث ترأس الصلاة المونسنيور الخوري بمعاونة الأب علاء بعير وشمامسة الكنيسة وبمشاركة عدد من الآباء الكهنة وحضور الآلاف من الإخوة المهجرين العراقيين. وفي عظة القداس تحدث المونسنيور الخوري عن القديس شربل وعن حياته التي امتلأت بالفرح والتعزية بقربه من الله، ووجه قدسه هذا المثل لكل الإخوة المهجرين وقال لهم: تمرون اليوم بأشد الضيق والاضطهادات، لكن سيروا على درب القديس شربل لتكنزوا كنوزكم في الملكوت. لا تهتموا بأية أمور أرضية، لأن السوس سيفسدها وستنتهي حياة التعب والأنين. اطلبوا القديس شربل ليتشفع أمام عرش النعمة بالرحمة والغفران، وأن يفك كل ضيقاتكم وأوجاعكم. نعم، إني بفرح في هذه الليلة، ليس للعدد الكبير فقط والملتزم، ولكن بالتراتيل والمشاركة في القداس. سمعت صوت كل واحد وكل وحدة منكم عم تصدح في الكنيسة وخارجها، وهذا علامة من الله إن الروح القدس بعده عم يرفرف وبعده موجود في القلوب. وإذا برجع لنص الإنجيل، ذهبوا في العالم كله وبشروا باسم يسوع ونشروا الرسالة، أصبحوا كسر، لم يبقوا مجموعة صغيرة. رغم تاريخكم وعراقة بلادكم وثقافتكم اللي هي كانت من أولى الثقافات
في العالم، نرقن إلى ثقافة بلاد ما بين النهرين في القانون والفلسفة والروحانية، من أرض نبتت وأعطت الأديان، من هونيك إبراهيم، من أور العراق، من بلادي بين النهرين إلى غور الأردن، إلى نهر الأردن، وإلى القدس وفلسطين، وكل تدبيره الخلاص من أجلنا. وفي ختام القداس وبعد التناول من الذبيحة الإلهية، دار موكب الآباء الكهنة والشمامسة بزياح في الكنيسة وساحتها الخارجية يمجدون القديس شربل. وبعدها أقامت لجنة الرعية أمسية روحية قروية لتجمع الأحبة فيها. وفي اليوم الأخير من احتفالات القديس شربل، أقيم القداس الإلهي في ذات الكنيسة، ترأسه سيادة المطران موسى الحاج النائب البطريركي في الأردن وحيفا والأراضي المقدسة، بمعاونة كاهن الرعية وشمامسة الكنيسة. حضر القداس من الجانب الرسمي السفيرة اللبنانية لدى الأردن تيريسي شمعون، ووزير الأشغال العامة والإسكان السابق المهندس سامي هلسة، والدكتورة باسم السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية. ومن الجانب الكنسي، حضر الصلاة السفير البابوي لدى الأردن ألبرتو أورتيغا مارتن، وقدس الأيكونوموس نبيل حداد، وقدس القمص أنطونيو الصبحي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأردن، وقدس الأيكونوموس إليكسيوس خاقيش مندوباً عن سيادة المطران خريستوفوروس. وبعد القراءات والإنجيل المقدس، ألقى المطران الحاج عظته بدأها بالترحيب بكل زوار ومحبي القديس شربل الذين يجتمعون اليوم في بيته للتبرك من قدسيته. وتأمل سيادته بفضائل القديس الراهب والكاهن، واصفاً سيادته بأن شربل رجل تأمل وصلاة، والصلاة هي الطريق الصحيح نحو القداسة. وكأنه هذا القديس يلي كان مثل حبة الحنطة يلي انزرعت بالأرض، ويلي كان هو فعلاً تلميذ ليسوع كل حياته، أراد الرب كما سمعنا في الإنجيل أن يظهر فضائل هذا القديس من خلال حضوره وعجائبه التي بدأت ليلة موته وسنة 1954 حد اليوم. فإذا نحن ننبسط أنه عمل أعجوبة، ولكن في سبب وفي هدف للأعجوبة، وأكيد الأعجوبة اللي عملها مع نهاد الشامي يلي صار له 26 سنة كل 22 شهر، هيدا عم بتخلي الناس تتقاطر بالمئات والآلاف إلى عناية وإلى كل الكنائس يلي هي عم تحتفل ب22 بقداس لمار شربل. ليه؟ شو الهدف؟ الهدف هو أحبائي العودة إلى الرب. الهدف هو حتى نفتح عقولنا وقلوبنا إنه نحن في عنا آب سماوي بحبنا، أرسلنا ابنه يسوع المسيح لحتى يخلصنا، وأعطانا الروح القدس يلي قال عنه المسيح: لن أدعكم يتامى، سوف أرسل لكم المعزي روح الرب. هالثالوث الأقدس أراد إنه مار شربل يكمل عمل الرسل، عمل مريم العذراء، عمل القديسين على هذه الأرض من أجل سعادة المؤمنين ومن أجل خلاص نفوسه. واختتم القداس الاحتفالي بإزاحة صورة القديس شربل والتبرك منها. يدفق علينا بحر الحنان.